نبتدي بالصفحة الرسمية لنادي ليفربول اللي نشرت على تويتر صورة قبل مباراة النهاردة مع مانشستر سيتي في الدوري، وكتبت عام جديد ومباراة جديدة في طريق الحفاظ على الصدارة لننتصر. ونشر جيمس ميلنر لاعب الريدز صورة لي ملعب الاتحاد على انستغرام وكتب فريق القمة ملعب صعب ولكن لا خوف. كمان لوروي ساني طبعا لاعب مانشستر سيتي نشر صورة على تويتر وكتب مباراة حاسمة أمام ليفربول تنتظرنا. كمان نشر نيكولاس أوتوميندي لاعب المان سيتي صورة على تويتر وكتب لا تتوقف أبدا، لا ترضى أبدا حتى يكون الجيد الأفضل والأفضل الممتاز. ونشر ماركوس راشفورد لاعب مانشستر سيتي اللي بصراحه بيقدم مستويات رائعه جدا صوره على تويتر لاحتفاله بالهدف اللي احرزه في مباراه امبارح امام فريق نيوكاسل واللي انتهت بفوز الريد ديفلز ب 2-0، وكتب بدانا كما نقصد ان نستمر، لقد كان دعمكم لا يصدق. كمان نشر لينجارد لاعب المان يونايتد صوره على انستغرام من المباراه مع سولشاير المدير الفني للفريق وكتب 2019 بدات بفوز. نشر إيدن هازارد نجم تشيلسي صورة على انستغرام من مباراة ساوثهامبتون في البريمير ليج واللي انتهت طبعا بالتعادل السلبي وكتب بداية صعبة لعام 2019 ولكن لا يوجد وقت للانهيار، لدينا مباراة قادمة في عطلة نهاية الأسبوع بكأس الاتحاد الإنجليزي ولدينا لقب ندافع عنه نراكم السبت. أما فابريجاس فنشر صورة من المباراة على تويتر وكتب 500 مباراة في كرة القدم الإنجليزية أفضل كرة قدم والأكثر تنافسية في العالم، يا لها من رحلة، الحلم يتحقق بالوصول إلى هذه الأرقام، لحظة فخر أخرى في مسيرتي، أراكم جميعا في ستانفورد بريدج يوم السبت. ونشر تيبو كورتوا الحارس مرمى ريال مدريد صورة على انستغرام من تدريب الفريق قبل مواجهة فيا ريال النهاردة الساعة 10:30 بالليجا وكتب الدوري عاد من جديد إلى أول ثلاث نقاط في 2019. كمان نشر أرتورو فيدال لاعب برشلونة صورة على تويتر وعلق عليها جاهزون لنبدأ عام 2019 بكل شيء سعيد. ونشر دييغو جودين لاعب أتلتيكو مدريد صورة على تويتر من أحد تدريبات الفريق وكتب بدأنا السنة بفوز، شكرا لكل من أتى إلى المران ليعطينا القوة والطاقة لمواجهة القادم. ونشر البرازيلي طبعا نجم كبير نيمار لاعب باريس سان جيرمان صورة على تويتر وكتب كان عام 2018 عاما صعبا، تعلمت فيه الكثير وحتى ذلك الحين ابتسمت لأشكر الله على كل شيء. واخيرا نشر فالكاو لاعب موناكو صوره على انستغرام لمنظر الغروب اثناء احد تدريبات الفريق وعلق الغروب في موناكو. بالمناسبه فالكاو احتمال ينتقل من صفوف موناكو لاحدى الفرق الاوروبيه. طيب دي كانت اخبار او اهم الاخبار على السوشيال ميديا، طبعا هنروح لفاصل سريع ونرجع نستضيف طبعا